أشار نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس بعثة منتخبنا الوطني لخليج 23 نواف التمياط أن بعثة الأخضر حضرت إلى الكويت لتحقيق 3 أهداف هي المشاركة في البطولة واكتشاف وجوه جديدة، إضافة إلى السعي لتحقيق اللقب الخليجي. تحقق هدفين بالنسبة لنا، وجودنا هنا في الكويت ومشاركتنا مع أخواننا الخليجيين، هذا هدف ثابت بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية. الهدف الثاني، وجوه الشابة قدمت نفسها بشكل مميز وأمامهم المستقبل ليراهم مدرب المنتخب. الهدف الثالث هو الهدف مشروع لكل المنتخبات، إن رأيت البطولة في طريقك ليه لا؟ لهذا موجود المنتخب العماني، موجود المنتخب السعودي والإماراتي والمنتخبات في المجموعة الثانية.